امرأة ليست من شيعة أهل البيت وليست من شيعة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، امرأة فلانة تعرفونها، هي تقول ليست شيعية، تقول كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة في الليل في ضوء وجه فاطمة. أسأل منكم سؤالا، هل سمعتم مثل هذا الشيء؟ استثنوا رسول الله وأهل البيت المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، هل سمعتم؟ لا أقول رأيتم، حتما ما رأيتم، هل سمعتم مثل هذا الشيء؟ شخص في الدنيا يعيش يكون له نور مادي دائما، نور مادي ليس نورا ضعيفا، يقولون الشخص الفلاني نوراني، نوراني يعني شيء يعني نرى فيه الخير، أما النور نور، نور مادي، وجهه يكون منيرا نورا ماديا دائما. كنا كلمة كان تدل على الاستمرارية، القضية ما حدثت مرة واحدة، لا بصورة عامة، كانوا إذا أرادوا أن يجدوا شيئا في الليل المظلم يحتاجون إلى نور، نور مادي يعني، هذا النور المادي دائما، نور مادي ليس نورا ماديا ضعيفا، نور مادي يكشف الأشياء الصغيرة الدقائق، يعني نور مادي قوي، نور مادي قوي دائما كان في وجه فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. الشيء غريب جدا، الشيء لا نظير له، أنا ما وجدت.